زي ما حضراتكم شايفين 7 لعيبة ما شاء الله تاتش وود، وده عادة النادي الأهلي، 7 لعيبة من النادي الأهلي يعني بيكونوا موجودين في القائمة إن شاء الله بإذن الله. لكن بتكلم على رامي ربيع الحقيقة اللي كان يمكن غايب فترات طويلة عن منتخب مصر، ولكن الأداء الجيد، الرجولة في الأداء والأداء الممتاز مع النادي الأهلي في مباريات صعبة الحقيقة، بيقول إن رامي ربيع عاد لمستوى جيد جدا، وبالتالي باب المنتخب كان مفتوح وموجود في قائمة المنتخب إن شاء الله. نتمنى لكل لاعبتنا إن شاء الله في المنتخب بإذن الله الفوز في ماتشين الحقيقة في المتناول، يعني في المتناول ماتش جيبوتي وماتش سيراليون. أعتقد اسم منتخب مصر دايما والكواليتي بتاع اللعيبة الحقيقة بيقول إن إحنا إن شاء الله بنفوز بالمباراتين. مهم جدا بداية مشوار التأهل للمونديال، لازم إن شاء الله بإذن الله يكون الفوز، وعندك مباراتين في المتناول. ولكن لما بقول في المتناول مش معناه إن إحنا كسبنا الماتشين، لا، الحقيقة زي ما بقول دايما المنتخبات الأفريقية فيها طفرة كبيرة جدا، لكن يبقى المنتخب المصري كمان على مستوى مقارنة بجيبوتي وسيراليون، يبقى المنتخب المصري طبعا هو صاحب الخبرات الأكبر وصاحب اللعيبة الأميز في إن شاء الله في المباراتين اللي جايين. لكن الحقيقة عجبني جدا روي فيتورين واخد الأمور بجد، يعني امبارح الراجل لمح إنه يعني بيلعب بالقوة الضربة، وإن هو في ما عندوش مشكلة خالص في أسماء المنافس. هو بيقول لك أنا عايز ألعب بالقوة الضربة، إن أنا الماتشين دول هأديهم بكل قوة وبكل تركيز، عايز 6 نقاط من الماتشين علشان يكون عندنا أريحية شوية في المباريات اللي جاية ممكن تكون أصعب. بالنسبة للمركز السردباكين برضو علق عليها وقال إن هو ما عندوش مشكلة خالص إنه يلعب مع 2 سردباكين أو مساكين من نادي واحد، والحقيقه دي بيكون افضليه، يعني لما يكون 2 مساكين بيلعبوا في منتخب مصر من نادي واحد بيكون في افضليه، التفاهم بيكون مهم جدا في المركزين دول بالذات، التجانس بيكون واضح وسريع جدا، وبالتالي هو ما عندوش مشكله. وكمان قال لك انا ما عنديش كمان مشكله في يمكن بعض الاختيارات، كانت على سبيل المثال احمد فتوح لاعب نادي الزمالك كان ما بين قوسين هل هيتم اختياره ولا لا. الحقيقه برضه روي فيتوريا قال انه هو ما عندوش اي مشكله مع اللاعبين، وان اللاعبين بالنسبه له لما كانوا موجودين في معسكر المنتخب كانوا بيأدي بشكل اكتر من رائع، وعلى المستوى الفني هو في احتياج كامل لهؤلاء اللاعبين، وبالتالي شايفين جديه، شايفين تركيز بنسبه عاليه جدا لروي فيتوريا الحقيقه مع منتخب مصر. قال ان هو بيتعامل مع الازمات بالعقل اكتر ما بيشوف بقلبه، وبيقول انا بتعامل بالعقل وبتعامل بالمنطق وبراعي ضميري في الاختيارات بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لحضراتكم هو مركز جدا على الماتشين اللي جايين دول بشكل اكتر من رائع، بشكل ينعكس كمان على اداء اللاعبين. لما المدير الفني يطلع يقول ان انا بلعب بالقوه الضربه، ان انا مركز 1000000% في الماتشين اللي جايين ايا كان الاسماء الموجوده، اسماء المنتخبات الموجوده، فالحقيقه ده بينعكس على كمان بينعكس على اداء اللاعبين وعلى مشاركتهم بشكل كبير جدا في الماتشين دول. فالحقيقه كل التوفيق لمنتخبنا، وانا شايف ان روي فيتوريا الحقيقه على مستوى النتائج، خلينا نتكلم، بعض الناس لسه بتقول المستوى مش هو مستوى منتخب مصر المتوقع او الممكن نامل فيه، بعض الناس تقول لك لا على مستوى النتائج بيحقق نتائج كبيره جدا جدا، اعتقد 10 ماتشات يمكن خسر منها مباراه واحده وفوز في 9 مباريات، ده رقم ومعدل اكثر من رائع للمدير الفني لمنتخبنا. كمان متابعته لمنتخب مصر للشباب الحقيقه بقياده طبعا وائل رياض، اللي ان شاء الله باذن الله هو خاض مباراه وديه النهارده أمام نادي الشمس، علشان بعد كده مسافر إن شاء الله لتونس عشان يشارك في بطولة شمال أفريقيا. الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة، محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد، امبارح اجتمعوا مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب واللاعبين في فندق الإقامة، بيطمنوا على المنتخب قبل السفر لتونس زي ما بقول لحضراتكم للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا. السيد جمال علام وجه كلمة للاعبين، أكد من خلالها طبعا دعم إدارة الاتحاد بالكامل لهذا الجيل الواعد من منتخب الشباب اللي بيعتبر طبعا مستقبل الكرة المصرية، ويشدد أن مجلس الإدارة بيسخر كل إمكانياته
لهذا الجيل، ان منتخب مصر ان شاء الله هيشارك في هذه البطوله باذن الله للفوز بيها. وخلينا نتكلم البطولات ديت، اكيد الفوز بتدي ثقه للاعبين، بتدي ثقه للمدير الفني، ولكن هي الاهميه هي الاحتكاك، يعني الاحتكاك ب خاصه بدول شمال افريقيا بيكون ليها مردود فني كبير جدا. كل التوفيق لمنتخب الشباب، وزي ما بقول لحضراتكم وائل شيتوس من الكوادر المهمه جدا في عالم التدريب، بياخدوا خطوات ثابته، وده المطلوب ان احنا نشوف على مستوى الشباب مدربين بياخدوا فرص مع منتخب المنتخبات المصريه على مستوى كمان الانديه في الدوري الممتاز. عايزين نشوف ان شاء الله جيل جديد، مجد عبد العاطي بيأدي بشكل اكتر من رائع مع فريق زد. فالحقيقه في يعني في شكل كويس بالنسبه للمدربين، مش هقول الصاعدين لكن الواعدين ان شاء الله باذن الله، عشان زي ما بنقول عايزين قاعده واسعه من اللاعبين المميزين. كمان مهم جدا يكون عندك قاعده واسعه من المدربين المتميزين. روي فيتوريا المدير الفني بقول لحضراتكم منتخب مصر كمان عمل جلسه مع وائل رياض، ده مهم جدا التواصل مع المنتخب الاول سواء على مستوى منتخب الشباب او منتخب الامي، ده مهم جدا جدا. روي فيتوريا اتكلم مع وائل رياض بشان الترتيبات للمرحله اللي جايه، وزي ما بقول لحضراتكم كمان قعد مع لعيب المنتخب وده مهم جدا، وحفزهم، ده مهم جدا ان كمان اللعيبه تحس ان هو قريب من المنتخب الاول. الحقيقه لهم انا محتاج يعني قدام شويه لعيبه، ده على لسان روي فيتوريا، قال لهم انا في الفتره اللي جايه محتاج لعيبه على مستوى عالي جدا وخاصه من لعيبه منتخب الشباب، وقال لهم ان انا الحقيقه مهتم اكيد بالفريق الاول لكن كمان عايز اصنع جيل تاني وجيل تالت لمنتخب مصر الاول. يعني فقال لهم كمان، قال لهم شد حيلكم الفتره اللي جايه، وقال ان انا عيني عليه على كل واحد فيكم وان شاء الله يكون ليه دور مع المنتخب الاول. زي ما بقول لحضراتكم روي فيتوريا الحقيقه على مستوى التنظيم منظم جدا في شغله، الحقيقه على مستوى التواصل مع المنتخبات الادنى، بنتكلم على منتخب الشباب، كان في فتره من الفترات المنتخب الاولمبي ومنتخب الناشئين، ده مهم جدا ان يكون في تواصل مش بس مع اللاعبين كمان على مستوى المدربين. والحقيقه ده مهم جدا، عمليه التنسيق مع المدربين مهم جدا، وفي كل الدول دلوقتي، الدول يمكن اللي كان ليها اثر وليها تقدم سريع جدا على مستوى المنتخبات، لو اتكلمنا على مستوى المغرب، مستويات منتخبات المغربيه، ان في طريقه اللعب بتكون واحده، اكيد لازم يكون في تنسيق، ان هو المنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي تقريبا بيلعبوا بنفس طريقه المنتخب الاول، لان زي ما بقول لحضراتكم ده مهم جدا ان اللعيب اللي يتصعد من المنتخب الاولمبي او منتخب الشباب للفريق الاول الطريقه بتكون طريقه اللعب واحده، امكانياته بتظهر بشكل مميز. انا عايز اقول كمان ان منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي خلاص مرحله 18 19 سنه، اللعيبه لازم تكون عندها ثقه في نفسها ان هذه المرحله السنيه مرحله مهمه جدا في كاريره، في مستقبله، وانه يخرج من دماغه انه انا لسه صغير، انا عندي 18 سنه لسه الطريق قدامي، لا 18 سنه 19 سنه لازم تكون حاطط رجلك بقوه اولا مع ناديك بتقدم بشكل اكتر من رائع، واكيد ده ينعكس على مستواك في منتخب مصر. محتاجين الحقيقه اجيال زي ما قال روي فيتوريا، جيل اول وجيل ثاني وجيل ثالث لمنتخب مصر، لازم يكون عندك قاعده كبيره جدا جدا. ودايما يعني باخد كده دلوقتي من المنتخب المغربي الحقيقه اللي خلال الثلاث اربع او الخمس سنين اللي فاتوا عمل قاعده واسعه جدا من اللاعبين على مستوى المنتخبات سواء منتخب اول او منتخب شباب او منتخب اولمبي، وكل التوفيق ان شاء الله لروي فيتوريا ان شاء الله في الماتشين اللي جايين، كل التوفيق لوائل شيتوس ومنتخب الشباب ان شاء الله في بطوله شمال افريقيا. ودايما احنا ورا منتخباتنا سواء شباب اولمبي منتخب اول، ودايما دايما النادي الاهلي يعني على مر العصور دايما هو اللي بيقدم القدوه وبيقدم لعيبته على مستوى المنتخبات في جميع الاجيال. الحقيقه